لدعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد اجتماع رباعي في مكة المكرمة لدعم الأردن. معنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان وزير الإعلام الأردنية الأسبق صالح القلاب. مرحبا بك أستاذ صالح، وكيف تقرأ دعوة خادم الحرمين الشريفين واهتمامه بالقضايا العربية؟ يعني هذا شيء مش مستغرب، لا هو مستغرب ولا هو جديد. وحقيقة في ذروة هذه الأزمة كانت الاتصالات مستمرة من قبل خادم الحرمين الشريفين مع جلالة الملك دائما، مما خلانا نطمئن بأنه المملكة العربية السعودية معنا، وهي دائما معنا، وهذا غير جديد. ويبدو حتى في فترة سابقة قديمة، يعني غفر له الله الملك عبد العزيز بن سعود من ذلك الوقت وهو متصل هذه العلاقات. حقيقة الأمن الأردني هو من الأمن السعودي، والأمن السعودي هو من الأمن الأردني، والأردن دولة مشاركة يعني حتى الآن في التحالف العربي، وسابقا كانت دائما عندما أيضا هذه علاقات مشتركة تاريخية لا يمكن إلا تكون دائما وأبدا بالاتجاه الصحيح. ولذلك حتى في ذروة الأزمة كنا متأكدين بأن المملكة العربية السعودية ستكون إلى جانبنا، وهي إلى جانبنا. يعني حتى خلال تلك الأيام الصعبة كان التواصل مستمر، سواء من قبل طويل العمر خادم الحرمين الشريفين أو من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. التواصل كان مستمر، ونحن كنا مطمئنين أنه في اللحظة الحرجة، في اللحظة المناسبة، سيكون هنالك شيء معلن وسريع، وهذا حدث. نعم. وكنا متوقعينه حقيقة، كنا متوقعين هذا الموقف، وهو مستبعد على الإطلاق ولا هو مستغرب أبدا. الآن يعني أي واحد أردني بالشارع تسأله يقول لك هذا هو الموقف السعودي اللي نعرفه دائما وأبدا. نعم، من زمان دائما وأبدا. نعم يا أستاذ صالح، وفي رأيك أيضا انعكاس هذه الدعوة على تحقيق الأمن والاستقرار للأمة العربية والمنطقة؟ هذا شيء مش جديد، ولذلك موجود المملكة العربية السعودية في كل مكان في مشكلة عربية أو في إشكال. نعم. عربي، يعني موجودة من المغرب العربي وحتى العراق. يعني الدور اللي تلعبه أيضا المملكة العربية السعودية في ذروة أزمة العراق في ظروف صعبة حرجة كانت موجودة، وحقيقة وجودها أعطى البعد العربي لما يجري بالعراق، وهذا شيء مهم جدا جدا. يعني هذا لا يسمح لدولة مثل إيران تستبرد بالعراق أو بأي دولة عربية. واللي يجري أيضا اللي يجري في اليمن هو محاولة استفراد من إيران. إيران بدها تعمل من هناك تسلل أيضا من الجهة الجبل الجنوبية الغربية، ولذلك يعني التصدي السعودي إلها كان هذه بالسلاح، مش مجرد المواقف السياسية. وهذا شيء مهم موجود دائما وأبدا في كل سوريا هذه حتى في حروبها المستمرة كان موجودة. القوات السعودية كانت موجودة في كل الحروب العربية، على الجبهة المصرية وعلى الجبهة الأردنية وعلى الجبهة السورية. الوجود مستمر، والمملكة العربية السعودية هي حقيقة رافعة الأمة العربية، هي رافعة الأمة العربية، ودائما حضورها هو الحضور القومي العربي في كل منطقة، في كل مكان يصبح فيه أي اهتزاز ولو بسيط لأي دولة عربية. إذن وزير الإعلام الأردني الأسبق الأستاذ صالح القلاب، شكرا جزيلا لك.